ويز وشي كذي تسألني تقولي مي الفنانة سماح الكويتية هل ما راح ترجع تمثل حبيبتي قاعد تمثل مسرح. ثاني شيء سماح مو كويتية، سماح هي حتى باعترافها بلقاءاتها انها سورية الجنسية، هي اعتقد انها مواليد الكويت وتشتغل في الكويت، فهي قاعد تمثل مسرح ماما نانا وعمالها ويا محمد الحملي، واشتغلت السنة اللي طافت مع عبد الرحمن العقل مسرحية أطفال وغيره وغيره وغيره، عودة السلاحف أو شيء من سلاحف النينجا شيء من هالنوع. فموجودة سماح بس بالدراما ما أعتقد لم الحين تنتظر نص قوي ترجع من خلال سماح الدراما الكويتي.